كتاب أكابر لميخائيل نعيمة هو كتاب مجموعة قصص قصيرة. يلي بحب يقرأ قصص قصيرة وروايات بأسلوب السرد اللي بيشبه السرد الروسي والقصص القصيرة الروسية، بننصحه يقرأ كتاب أكابر، وهو كتاب اجتماعي بامتياز. نجح ميخائيل نعيمة بوصف المجتمع على الأرض في السوق. كل قصة من هالقصص تتميز بمجموعة عبر وحكم بيقدر القارئ يستخلصها وياخد منها الاستفادة اللازمة، مثل الشاري والبائع وأسلوب البائعون يلي بيبيعوا الفقراء بدون رحمة، الأم وابنها، مجموعة قصص مميزة وشيقة رائعة جدا موجودة بكتاب أكابر. وكتاب أكابر هو عبارة عن 13 قصة قصيرة.